التوابل بتاعت الحريره هنحتاج فيها ايه؟ هنحتاج فيها ايه؟ معلقتين كبار من الكزبره الجافه حبوب، معلقه كبيره من القرفه، معلقتين كركم بلدي اللي هو الخرقوم عواد، كمان معلقه ونص من الكرويه مطحونه، معلقتين كبار من الجنزبيل عود، ومعلقه ونص كبيره فلفل اسود حب مطحون. تاني معلقتين كزبره جافه، معلقه كبيره من القرفه، معلقتين كركم بلدي نطحنه او صحيح زي ما انتم عايزين، معلقه ونص كبيره كبابه، وكمان عندي معلقه ونص كرويه مطحونه، ومعلقتين ونص ومعلقتين كبار جنزبيل، ومعلقه ونص فلفل اسود حبوب. كل الموضوع اني واخداهم سخنت الفرن، حطيتهم اتحمصوا الخمس دقايق بتاعتي، وهاخدهم هنزلهم في المطحنه بتاعتي يتطحنوا. عايزه اقول لكم الحريره ملهاش يعني او ملوش لازمه اني اكلمكم عنها كتير قوي، لانها هي بتتكلم عن نفسها من طعمها من شكلها من ريحتها. الحريره من المشروبات المهمه جدا عندنا في المغرب. عايزه اقول لكم طعم جبار، طعم قوي، من اهم الاكلات التقليديه الشعبيه عندنا. سبق وعملناها وكنا دايما بعملها لكم باللحمه، ودخلت ناس من المغرب قالوا لي طب ما احنا ممكن لو عايزين نعملها من غير لحمه نعملها. قلت لهم اه ينفع نعملها، لان احنا اوريدي في المغرب بنعملها من غير لحمه، بس احنا اليومين دول بقينا نعملها باللحمه عشان تبقى وجبه متكامله من كل حاجه، لان هي تحتوي على العدس، تحتوي على الحمص، يعني فيها كل العناصر اللي هتخلينا واقفين وشدين حيلنا طول اليوم حتى لو احنا في الشغل في اي حاجة. عشان كده اغلبية الناس عندنا بيفطروا بيها. تعالوا بينا نطحن التوابل بتاعتها.